شيء كلام ولا ماكلة ولا أي تصرف من غير اسم الله فهو أبتر. طيب سمينا بسم الله. لنبدأ الآن الإجابة عن أسئلة السادة المواطنين اللي تفضلوا به. هات الأخت آمنة، هات السؤال الأول. سؤال: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ تغميض العينين في الصلاة، أقول والله أعلم، هي من مكروهات الصلاة، ما هيش من مبطلات الصلاة، لا، من مكروهات الصلاة، ولا يترتب عليها شيء، لا سجود ولا قبلي ولا بعدي ولا غيره. تبقى الواي هو يغمض في عينيه، أحيانا يقول لك نحب نركز، التركيز يعني خشوع، التركيز في الصلاة يعني خشوع، صحيح به الخشوع في الصلاة، كان نجمت من غير ما تغمض عينيك أفضل. إذا ما تراه أنه لابد شيء آخر، وأنما هي رأي من المكروهات وليست من المبطلات ولا شيء عليك. تبقى الإنسان باش يركز وباش يضيف في خشوع عوض يغمض عينيه من غير موجب، ينظر موضع السجود، هنو يظن كأنه لا ينظر لا اللي على اليمين ولا على اليسار ولا مقاب، باش ما يتشوش، خاصة يظل في مسجد ولا في مكان آخر، في ساحة يصلي، في ساحة في كذا، ينظر موطن السجود، فلا بأس بحوله. إذن تغميض العينين في الصلاة من المكروهات ولا يترتب عليه شيء ولا يبطل الصلاة بحوله، والله أعلم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: ما حكم رفع البصر إلى فوق في وقت الصلاة؟ لا، هذا لا، رفع البصر أثناء الصلاة يرفع نظره هكا الفوق إلى السماء، لا، هاوش قال النبي عليه الصلاة والسلام، روى حديث يروي البخاري عن أنس قال صلى الله وسلم عليه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. شنو هالناس قال ذوما اللي يرفعوا في عينيهم الفوق للسماء في الصلاة أثناء الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام، نعاود: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. كان باش يبطلوا، ما عادش يغزروا الفوق، ما عادش يهزوا رؤوسهم الفوق، أما يبطلوا ولا راه تخطف أبصارهم، يعني تهديد وفيه وعيد وعقوبة، والإنسان يتجنب الواي يرفع في رأسه إلى السماء، وإنما يستشعر أنه بين يدي الله، يقبل القبلة، ينظر، إما ينظر أمامه من غير ما يهز رأسه الفوق، وإلا فما العكس يبالغ إلى درجة أنه يظل واقف يصلي مثلا ومهبط رأسه لوطة وكأنه يعني مهبط ياسر إلى درجة مش هكاك الخشوع. ولذلك جاء سيدنا عمر رضي الله عنه يلقى واحد مطبص رأسه هكا أثناء الصلاة بطريقة ما هيش، ضربه على قفه، قالوا مش هكاك الخشوع، مش هكاك، صحيح نقف خاشعين متذللين بين يدي الله، أما وقفة معتدلة، وهذا الإسلام الشحث معتدلة، تنظر إلى موطن السجود وألا تنظر إلى القبلة هكذا، لا ترفع رأسك الفوق ولا تبص رأسك كثيرا إلى درجة أنه فيها كما نهر سيدنا عمر ذلك الرجل. ما لا نحذر من رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، رأوا فما اللي يعملها ولا محل، مش يقصد ولا أثناء الفاتحة، لا، تقاك يرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه ويغزر الفوق، لا لبس، أرفع رأسك من الركوع واعتدل واقفا كما بيننا النبي عليه الصلاة والسلام عندك في كل حركة، اعتدل جالسا، اعتدل واقفا حتى تكون الصلاة الصحيحة، والله أعلم. سؤال موالي. السلام عليكم. مرحبا أستاذنا الكريم الشيخ محسن التميمي، عندي سؤال يتمثل فيما يلي: في ظل انتشار تكنولوجيات التواصل الاجتماعي كالهواتف الجوالة والحواسيب، ما هو حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف الجوال وما هي شروطه؟ وشكرا جزيلا شيخنا المحترم. بارك الله فيك. تو انتشرت هذه موجودة، قراءة القرآن من هالوسائل الاتصال الجديدة، سواء هاتف جوال وإلا في التابلت تذيكة وإلا كذا، انتشرت، نشوفوا بعض الشباب في المسجد ينتظر في الصلاة
ويحل التليفون متاعه الجهاز متاعه ويبدأ يكرر من التليفون عنده تقع مسجل في التليفون الهاتف متاعه الهاتف الجوال مسجل ختمة ختم قرآن ولا بعض الصور إلى آخره. هذه لا بأس بها أما بشرط بشرط شنو كونه هاك القرآن اللي مسجل في الهاتف الجوال متاعه يكون منسوخ من مصحف مصحف ثابت صحيح مطبوع أو مخطوط وسجل والتسجيل يكون سليم هكاك ما يسجلش يقرأ من خطته باش يقرأ من هاتف جوال وإلا من ورقات يعني بين دفتي المصحف المصحف أوراق وإلا قبل كنا نقرأ في الكتب باللوحة ما لوحة لوحة خشبية نكتب عليها إلى آخره سواء القرآن نقرأه على لوحة من لوحة وإلا من مصحف أوراق وإلا هذه في الهواتف وكذا وإلا اللي الفاقدي البصر يقرأوا في القرآن توا من فضل الله أن تيسرت لهم الأمور ولو يقرأوا فيه بطريقة براي شنو هي طريقة براي هي عبارة عن قرآن يعني كتابة عربية ولو يكتبوا القرآن بالطريقة هذه يقرأ بيده بصوابعه إذا يتبع بصوابعه يتبع ويقرأ وهذه موجودة بلغات أخرى لا محالة في كل اللغات عملوها للقرآن وهي طريقة أخرى فيجوز لما حالة بشرط قلت يكون اللي طابعه في اللي مسجله في الهاتف متاعه الجوال ولا في الطابلات يكون مسجله من مصحف صحيح ثابت ودقيق مش مسجله كيكة ولا فيجوز بالطبيعة يلزم رو غلطة كيف يدخل الإنسان الهاتف متاعه لبيت الراحة علاش لأنه أحياناً يضرب الهاتف متاعه يدق الهاتف متاعه وعاملين تقع أذن ولا عاملين كمنبه مش يرن ولا موسيقى ولا لا أما ذكر وإلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإلا أي وهذا اللي اتصور إذا هو في بيت الراحة ويضرب التليفون وإذا فما ذكر ولا ذكر الله ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يليق ما يدخلوش البيت الراحة وإلا يبدل ما قا يذكر الله كان بالتليفون يبدل احتياط يغفل مرة ربما يدخلك الهاتف البيت راح ثم يقرأ في نعرف أنه مش يقرأ بالهاتف أرى لا يشترط الطهارة يعني الطهارة الصغرى يعني مش لازم توضي يحب يراجع ونعرف أنه الطهارة الصغرى لا تلزم لا تفرض بالنسبة للمعلم والمتعلم اللي يقرأ في القرآن ولو أنه ما هوش على طهارة صغرى ما يسجلش إذن يمكن قراءة القرآن بالهاتف إذا كان هك القرآن اللي مسجل في الهاتف منسوخ من مصحف سليم ثابت وصحيح والله أعلم. السؤال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. بربي نحب نسأل الشيخ ما حكم الفقه في لبس ثياب فيها صور ورسومات وشكرا. شكرا. ما سامحني ما نقولوش حكم الفقه وحكم الدين حكم الإسلام في لأن الفقه في العربية هو فهم الشيء فقه الشيء يعني فهمه وإحنا الفرايا العبادات والصلاة والزكاة ما يفقه تسمى يعني فهمك الـ كيفية الصلاة كيفية الصوم إلى آخره ما لما حكم الدين ما حكم الإسلام في اللباس هذية اللي فيه رسوم وصور بل كل شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القماش المحتوي على الصور صور شنو؟ صور حيوانات صور بشر توها نلقاو مصورين شو اسمهم رياضيين مشهورين في كرة القدم وغيرها ولبسوا تريكو ودور بها صورة ذيك وإلا فما اللي يعمل تريكو ولا كذا حيوان أسد ولا نمر ولا كذا ما صورونا هما في أوروبا وبعثوا كالتريكو في الروبا فيكا ويلبسوا ما يهمش فما اللي يريتوا لابس تريكو روبا فيكا ومكتوب عليه بالإنجليزية إذا تحب تصعد في حياتك اتصل يوميا بكنيسة كذا هذه ناديت وقلت تعرفش كده اش مكتوب في صدرك كذا غزر قال لي ليش فيها شنية قلت له راه هكا وهكا قال لي نعرف علينا شريتك يعني إنسان ولا كأنه هو يدعو هكا مكتوب بالضبط تريكو أزرق مكتوب بالأبيض
إذا تحب تسعد في حياتك اتصل يوميا بالكنيسة كذا وكذا ويسميها وإلى آخره باش يتردد هاو يدعوه إلى شريه رقاه بدينار ولا بخمسمائة في الربا فيك غسلوا لبسوا إذا كان غسلوا. طيب إيه القماش هذا إذا كان فيه صورة بتاع حيوان كذا الأحسن يبعد عنه. إذا كان فيه صور بتاع نباتات وأزهار كما المرأة وعادة المرأة اللي تلبس الروبة كما زيت روب تو أما اللي تلبس قماش حاجة لباس فيه ورد وأزهار وكذا هذا لباس. قال عليه الصلاة والسلام فإن كنت لابد يعني تحب تلبس حاجة فيها تصور قال فإن كان لابد فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه هذا متفق عليه يعني خذ لباس فيها أشجار يعني نباتات ما تزين وكذا أما لون اللباس وكذا تلبس ما شئت. ونعرف أن الحرير حلال على النساء حرام على الرجال نرى الرجل لا يلبس لباس الحرير إذا ما زال الحرير وخطره غالي أما مقلد هذه تبقى يمكن للرجل أن يلبس الحرير إذا كانت به إذا كان به مرض يقولوا حكة اللي الحرير عادة ما يأثرش في الجسم كذا الإنسان عنده مرض جلدي أما الحرير والذهب حرام على الرجال حلال على النساء. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس لباس متنوع وكان يقبل ويلبس ولذلك تقف الأحاديث عندما ينقل حديث مثلا واحد من الصحابة ينقل حديث يقول وعليه يعني لبس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء حلة يعني كما يقولوا جبة ولا قميص حلة حمراء وقال يقولك وعليه ثوبان أخضران هو أحمر والأخرى ثوبان أخضران وقال يقولك وعليه عمامة سوداء وقال يقولك وعليه جبة شامية ضيقة الكمين يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيوا للناس معناها أما مسافرين ولا تجار وإلا من أهل الشام ولا من أهل اليمن ولا كذا يجيوا ويحبوا يتقربوا محبة في النبي عليه الصلاة والسلام يهديوا ويلبس فلا يجد حرجا في ذلك ويلبس بشرط يكون لباس محترم مو احنا منهي الرجل والمرأة عن نوع من اللباس اشنو باش نعرفوه باش يتبينوه شبابنا هو ما يصف ويشف منهي عنه اللباس الذي يصف يوصف الأعضاء بتاع الجسم إذا لكيك يعني بس ضيق جدا أنه يوصف ونهى عن ما يصف ويشف يشف يعني يشفف يوري حاجة ما معناها توريش ما تحت اللباس موجود هذه. طيب إذا سألت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات نهار من نهارات خرج ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود هاو يلبس عليه الصلاة والسلام قال خرج وعليه مرط المرط هو كساء لبسه كما قولوا جبة ولا قميص وكذا ومصور فيه صورة رحال الإبل رحال الإبل يعني مواقع الإبل يعني كما قولوا كيب ولا بيت ولا كذا يعني مهم فيه صورة فما إبل وكذا كان يعني مكانها مش هي صورة إبل فكان عليه الصلاة والسلام يلبس كل أنواع اللباس المحترمة الألوان ما فيهاش مشكلة تبقى الصور اللي يقولوا ما نهى الإسلام عن الصور راهو اللي نهى عنها الإسلام الصور المقصود بها التماثيل أما الصور هذه اللي نتصوروها نحن ونستعملوها في بطاقة التعريف وإلا في التواصل الاجتماعي وإلا في كذا هذيك الصور انعكاس ضوئي يتسمى ما هيش الصور المنهي عنها البيت الذي فيه صورة ولا كلب لا تدخله الملائكة هذا فما حديث أن هاي الصورة يعني تمثل جسم كلب جسم أكرمكم الله أسد حيوان إلى آخره لا كلب وإلا الكلب طبيعة لأنه يعني الكلب مجعول كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إما للحراسة وإلا للصيد هاللي تو
قاعدين نشوفوا فما حاجتين ولو يعمل ولينا نشوفوا فيها عند شبابنا عند بعض شبابنا، اما واحد شادد كلب يظل قد الخروف والاكبر، والا كبش ويزينوه يحنيوه يحجموه وكذا ويظل يدور به وماشي قدرني قدرتك الله. اذا هذه من انواع اللي يقلد فيها الانسان الشباب يقلد في غيره، بينما الانسان يزمو كما بين النبي عليه الصلاه والسلام لا يكونن احدكم امعه. اش معناه امعه؟ يعني هني معاك هني معاك اللي تعملوا نعملوا معاك. قال عليه الصلاه والسلام لا يكونن احدكم امعه يقول ان احسن الناس احسنت وان اساء اسات، ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء ان تجنبوا اساءاتهم. هذه تعاليم الاسلام، هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام اللي حثنا عليه. إذن الصور والمنهي عنها رأي التماثيل في الدار لا لا، أما الصور الأخرى اللي في ورقة ولا في قماش ولا كذا ظل معلقة لبس لباسها لا، وإنما الأفضل أنه يلبس لباس، خاصة الرجل لباس عادي، المرأة تلبس لباس ملون وفيه زهور وأزهار ونباتات إلى آخره، والرجل بطبعه يلبس اللباس المحتشم محتشم الأنيق. والله أعلم. نتوقف هنا، انتهت هذه الأسئلة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع أصدق تحيات إذاعة حياة FM، والسلام عليكم.